اليوم إذا نجح في زيارة الشباك سيدخل إلى القلوب مباشرة بالتأكيد، وسيجد الدعم الذي يبحث عنه للتأقلم والانسجام. كرة في وضعية هجومية، قد نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات. فرصة بتضيع، فرصة لافتتاح النتيجة وتسجيل هدف الأول في هذا اللقاء، لكن النهاية لم تكن بالشكل المطلوب. سواليه ميتي، أوليفر جيرو، حكم يحتسب الآن خطأ بعد الفشل في استغلال مبدأ تحت الفرصة. أعتقد ستلعب بشكل كرة عرضية فيها. فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة، روعة تسديد على الطاير، كانت قريبة جدا من المرمى مع بعض الضرب فيها، انطلق فيها، راح يا لعيب، أي تصدي، أي روعة، أي قوة. أصوات الجماهير ترتب فعلاً، اسمع الصوت، اسمع الصوت مع الضربة الركنية الأولى لهذا الفريق واللي تعتبر فرصة لابد من استغلالها في هذه المباريات. كنا بتتخلص قبل أن تأتي الخطورة. تمريرة سيئة تذهب للخصم مباشرة. ممتاز في الضغط العالي. يتقدم باتجاه المرمى. فينيسيوس جونيور، تسديدة قوية جدا بتمر بجانب المرمى، أكيد راح يكون محبط لأن الكرة كانت قريبة في المرات القادمة، لا بد من استغلال هذه الكرة. تصويب الآن، الله على التألق، شوف البراعة، شوف النجاح في التصدي. بيلعب الكرة الوسطى 18، كيفن دي بروين، ركنية أخرى. كيفن دي بروين بيلعبها في منطقة الجزاء، راحت الركنية تبعد الخطورة. دي بروين، تصدي ممتاز من حارس المرمى، يرتمي ببراعة، يتصدى لهذه الكرة، شوف الرشاقة في اللقطة. رأسية راحت بعيد، حاول يلعبها تحت الضغط لكن واضح تأثير المدافعين، شوف اللقطة افتقدت للتركيز. سواليه ميتي، تدخل بدون أخطاء من دي بروين. فينيسيوس يحاول أن يتقدم في نصف ملعب الخصم. فرصة كانت سهلة جدا، ضاعت هذه اللقطة، انفراد تام وموقف الواحد على واحد، هناك أكثر من حل للتسجيل أفضل من التسديد. الأرقام تبين لك بأن الفريق والأداء الهجومي يسير بشكل جيد في جزئية صناعة الفرص، لكن أيضا تعطيك الفشل بمر ويتقدم الكرة. أي ردة فعل، أي براعة، الله على التصدي، يدافع عن المرمى، يتصدى ويتحدى، ركلية في المنتصف، بيخلصها، بيخلص الخطورة عن مناطق قريبة جدا. برافو حارس المرمى، ارتمى على الكرة بشكل ممتاز، تمكن من الإيقاف، كرة كانت صعبة لكن ليس على هذا الحارس. ضربة ركلية ترسل في وسط منطقة الجزاء، راحت الرأسية بعيدا عن المرمى، واضح الضغط أيضا، شوف التأثير، شوف قلة التركيز. فينيسيوس يسير باتجاه المرمى الآن، يتوغل في العمق، لكن كرة لا تحقق المطلوب وهجمة بتضيع. تدخل يبعد الكرة،
ينطلق بالكرة الخطيرة. مميز جدا حارس المرمى، شوف التصدي، شوف الواحد على واحد، انظر كيف تعامل، كيف تصرف، اي مرونة، يبقي الكرة بعيدا عن المرمى، والنتيجة كما هي بالتأكيد. تنفيذ ركنية في منتصف منطقة الجزاء. اوه، راسية كانت قوية، كانت في طريقها، والهدف ياتي. الضغط مستمر، الإصرار على الهجوم، أخيراً الكرة في المرمى، هدف مستحق، مجهود كبير من الفريق حتى الآن في هذا اللقاء. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. يتقدم باتجاه المرمى، كان بالإمكان أحسن مما كان. الكرة بتتخلص. الشوط الأول ينتهي 1-0. الشوط الثاني من المباراة ينطلق لامي صفرة حكم المباراة، بمهارة بمر فيها، بيتخلص من الرقاب الآن. كرة هدف محقق، لكن الحارس يقول لا، ردة فعل استثنائية، برافو حارس المرمى. ضربة ركنية لا تشكل أي خطورة. كرة ثابتة وركلة ركنية جديدة. يفشل في إبعاد الكرة بعيداً عن مناطق الخطر. ضاعت الفرصة على الفريق، قرر انه يسدد، وكانت الكرة بعيدة، كان ممكن يركز فيها او يعتمد على بناء الهجمة المنظمة. تمريرة سيئة تذهب للفريق الخصم. انطلاقة سريعة بالكرة، يتقدم فيها. يا الله، كرة تعانق المرمى. ليس هناك أجمل من أن تكون البداية بهدف، قدرات هجومية، مشاركة أولى وهدف أول. شوف اللقطة، شوف الإعادة، كانت في منتهى الروعة، في سقف المرمى تحرك الشباك. مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. ينطلق بالكرة نحو بيعدي وبيمر بالكرة. هدف تقليص الفارق، الفريق يقترب من العودة. هدف واحد كل ما يحتاجه في قادم الأوقات. النتيجة الآن 2-1، والكرة تعود إلى منتصف الملعب. انطلاقة هجومية من أتلتيكو. تدخل بيخلص الكرة، كرة خطيرة من على الأطراف، كرة راسية ما كانت صعبة، بكل أريحية يتصدى لها الحارس، لم يتوقف بسبب الإصابة. تعرض لإصابة قوية، والآن أكيد راح يكون في تغيير اضطراري. شوف الضربة، شوف الآن المدرب في موقف صعب، لازم يتخذ قرار بشكل سريع وفقا لظروف هذه المباراة. الآن الحكم يعمل عملية الإسقاط بعد خروج اللاعب المصاب. كرة سهلة بيلتقطها الحارس. لويس موريال، لويس موريال، يا سلام على الهروب. شوف التشيك اوت في اللقطة الماضية. يا لعيب، اي تصدي، اي روعة، اي قوة. لم يتبقى على هذه المباراة الكثير، والفريق متأخر في النتيجة، ولذلك من الطبيعي انك تشاهد المدرب الان يلجأ الى دكة البدلاء في محاولة لتغيير الموقف. المنافس يسيطر على الكرة. امكانية الكرة العرضية لم يبعدها، وما زالت الخطورة قائمة.
سواليه ميتي. ابعاد للكرة من جانب الفريق الخصم. فرصة واحد على واحد الآن. والكرة في المرمى. هذا اللاعب يشارك للمرة الأولى ويريد أن يظهر قدراته للمدرب وأن يثبت مكانه بتسجيل هدفين. نشوف كرة الهدف من جديد. شوف كيف عدى، شوف كيف تجاوز المدافع بشكل مهاري. وفي موقف الواحد على واحد لا يمكن المغامرة بضياع الفرصة، وتسديدة قوية لا تصد ولا ترد. سعادة كبيرة على وجه المدرب اللي يشاهد الآن اللاعبين يسيطرون على مجريات المباراة بالطول والعرض. النتيجة الآن 3 أهداف لهدف، هدفين يفصلان بين الفريقين. استعادة الكرة بشكل سليم. بداية تقدم هجوم من أتلتيكو. كرة بتتخلص بشكل سليم الآن بعد هذا النزول. ممكن الفريق يستغل الوضعية ويبدأ هجمة مرتدة. كرة مرتدة والدفاع ممتاز. حارس المرمى في التصدي. موقف صعب واحد ضد واحد في وقت صعب جدا، لكن يلعب دور البطولة ليبقي النتيجة على ما هي عليه. يا الله على هذا التصدي. أفلتوا من هذه الفرصة، وصوت الجماهير الآن يرتفع. تصويبة باتجاه المرمى. يا رب معسوفة. سيمفونية طرب وأقدام من ذهب. الله على الهدف. نتيجة اللقاء 3 أهداف مقابل هدفين، هدف وحيد يفصل بين الفريقين حتى الآن. بتدخل قانوني يفتك الكرة في 18. كرة أخرى بيخلص المدافع. مستوى كبير يقدمه في هذا اللقاء. وضغط مبكر وافتكاك الكرة في مناطق الخصم. ربع ساعة تفصلنا عن نهاية اللقاء. جماهير تحاول بأن تدفع الفريق في الدقائق الأخيرة لتسجيل هدف التعادل قبل صفرة النهاية. فرصة لوضع الكرة في الشباك. في المرمى. الله على الروعة. هدف آخر يوسع الفارق لهدفين. تقدم مستحق في النتيجة. بمهارة كبيرة عدى، تجاوز المدافع وأضع الكرة بكل ثقة. السهل الممتنع لما يكون لك السهل الممتنع. رباعية مقابل هدفين. الفارق يصبح هدفين بعد هذا الهدف. حاول التمرير من دي بروين لكن مقطوعة. ركلة جزاء في توقيت قاتل. فرصة لتقليص الفارق في هذه اللحظات. الحكم يكتفي بإعلان ضربة جزاء دون إخراج البطاقة. يا رب كرة ترتد من العارضة. برافو حارس المرمى. شوف الفدائية في الكرة الماضية. سيبستيان هالار. لن عليه استغلال المساحات والبحث عن هجمة مرتدة. يهرب الكرة. مر فيها. انطلق فيها. راح. فرصة كبيرة لزيارة المرمى. لكن في النهاية لم تستغل. لم يتصرف فيها بشكل مطلوب. ضاعت الكرة. والحسرة على فريقه. فرصة متاحة للتسجيل. كرة بتضيع وتنتقل للفريق الآخر. متبقي 5 دقائق على نهاية أحداث اللقاء. تدخل يبعد الكرة. عنده فرصة للتسجيل. تسرع في التحرك يقع من خلاله في مصيدة التسلل. المدرب راح يدفع بلاعب بديل في الدقائق القادمة. قد تكون هذه الفرصة. افتكاك ممتاز في 18.
فرصة الآن لكرة مرتدة. ثالث ينطلق بالكرة الخطيرة. كرة على الطاير. ما زالت الفرصة خطيرة بعد تدخل حارس المرمى. ضغط متواصل الآن مع ركلية أخرى. كيفن دي برون بيلعبها في منطقة الجزاء. محاولة للوصول إلى المرمى. فرصة خطيرة مع دي بروين. إبعاد ممتاز الكرة من مناطق الخطورة. والآن تأتي صافرة نهاية المباراة وفوز رائع للفريق الضيف في خارج ملعبه. أكيد عندما كان